انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى بمشاركة 2000 طالبة، والقاهرة والأسكندرية والغربية والقليوبية تحصد المراكز الأولى. نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس بنات بمختلف مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية بمشاركة 2000 طالبة من 18 محافظة، وحصدت محافظات القاهرة والأسكندرية والغربية والقليوبية على المراكز الأولى. وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن البطولة تستهدف إعداد أبطال في مختلف الرياضات لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تقوم بتنمية ورعاية الطلاب الموهوبين والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب.